لا فلان ما اكزيستيش يا جماعه. تول لي ممبر نتاع الثوره لا ريفولوسيون كانوا بي بي ار، كانوا من حزب الشعب، كانوا من حزب الشعب. وي فريمان اللي ما يغيرش على بلاده مش مواطن بيان سور، اللي يقبل انه الشعب نتاعو درك يتبرمد هكذا ويدبزو فلاكو على السميد وما يوجعوش قلبه مش مواطن، لانه ماشي باسكو انا عايش بيان نقبل نشوف هذه المناظر والشعب هذا اللي انا منه بالك غدوه بنو يدي بنتي بالك قادر يولي نسيبي بالك قادر يولي صاحب ولدي جو سي با ولدي يعني شي تاع الهبال. او فات المواطنين اللي يحسوا باللي كامل المجتمع الجزائري، كامل المجتمع الجزائري فاميلتو سا بروبر فامي دو برومي دوغري، قادر هذاك اللي سبيته في الطريق ولا ضربته تلقاه في لوبيطال لابس طابليه بيضاء وانت جاي لي زورجونس، قادر هذيك الطفله اللي خطفت لها الساك ولا خطفت لها التليفون تلحق لوبيطال تلقاها طبيبه ولا فرمليه ولا ادمينستراس تريس لابا ولا اوفات. المواطن يحترم القوانين ويحب بلاده وكي يشوف الظلم يوقف على الظلم. المواطن ما يقبلش لانجستيس، لكن الشعب قبل لانجستيس كيما نقولها في الجزائر اعتبروه بلي نسبه كبيره منهم راهم شعب ماشي مواطنين، بصح المواطنين ما يقبلوش، المواطنين ما يقبلوش. كذلك ان جون في الطريق يتبلى مثلا، يتبلى النساء ويتبلى البنات ويتبلى هكذا بالكلام الفاحش والخامج وقاعد في الحومه مزطال، مش مواطن هذا، هذا شعب، هذا نحط عليه درع القانون. لكن درع القانون ما عادلوش التأهيل باش يدخل ديجا مواطن، نحطه عليه درع هذا من الأهلية وخلاص، بعد ربنا ولك الحمد. كريم tu confonds entre citoyen et patriote. ديجا ترجم لي باتريوت بالعربية كريم، نسلك القهوة برك. je ne confonds pas le peuple et la citoyenneté sont deux choses différentes à Sikarim. Les 4 millions les harbou de l'Ukraine réfugiés, كامل نساو رجال، تقدروا تعتبروا بلي الرجال نتاعهم بوك لا بليبار سي دي سيتويان، مام الرئيس نتاعهم مكرفص، الرئيس نتاعهم كلون على باز، الرئيس نتاعهم اصلا خاين البلاد. ما تقدروا تعتبروهم بلي عندهم وعي بالوطنيه. لا بروف ايزون بروفي بون، عاون امريكا ما تدخلش في كاير اخرين، مي ايزون بروفي بوكو تشوز. وي لا سيتويانتي ال ميم سي توسون تو الموند انتيليجون يا جماعه باش نتفاهموا، واش هي كل واحد كيفاه، واحد يرقد الانتيليجونس نتاعو بالكاشيات ويستعملها في الفساد وفي اموراتو، والاخر يستعملها وكاين الانتيليجونس المهنيه الحرفيه الحسيه، كاين بون لا بوكو دو تيب دانتيليجونس كون بو ايدونتيفي. مي واش حاب نقول لكم سي كو للناس اللي تقول لي شعب كيما هذا واش دير به، شعب كيما هذا كيفاه، نقول لهم نو حنا معولين على المواطنين. جبهة القوى الحية اللي قلت لكم راح تولي دوكا بقات أيام معدودات إن شاء الله، جبهة القوى الحية ستنادي المواطنين لحماية الشعب وتحرير الجزائر. الشعب نتاعنا فقد الأهلية وما عندوش حماية، ما عندوش حماية، دونك لازم حماية، لازم المواطنين هما اللي أهلوا الطبقة الشعبية باش تولي كل مواطنين، باسكو في الحقيقة الأمر كي نحكمو واحد 60 سنة تجهيل بلاش نقولو منلومش عليه، بصح أنا اللي فاهم والله أنا اللي عندي حاجة قد هكذا، عندي الدور نتاعي أني نوعيه، والدولة كجهاز توعية عام عندها فرض القوانين، هي كيما نقولو حنا تأهلو للمواطنة، مثلا إنسان ماشي قاري ولا ما قراش أنا نوفر الظروف باش ولادو يقراو، كيجيب لنا ان شاء الله 4 ولاد ولا 5 ولاد ولا 6 ولاد. اتونسيون انا مانيش مع تحديد النسل، وانا بالنسبه ليا ماذا بيا الجزائر 2050 تكون 100 مليون، بصح تحت نظام رصاص، تحت نظام صحيح تكنوقراطي، نظام تكنوقراطي. ايماجين هو موش قاري، وفرنا له الامكانيات وفرنا الحياه كيما نقولوا حنايا العاديه النظيفه اكسترا، وفرنا المدرسه لولادو، يخرج يولد لي 6 قاريين خلاص، عرفتوا في مداني ديكوبور، ما على باليش لا كان فيسبوك جون سي با، لا كان يوتيوب وقاعد يمشي. دونك هذا هو الموقف باش نجاوب الناس، الثوره تندار بالمواطنين ما تندارش بالشعب.
الشعب هذاك اون جينيرال ربح النظام، يصفق للنظام، ربحوا المواطنين، يصفق للمواطنين، هذا هو الشعب. الشعب لروي مور فيفيرو. الور انيس، عقليه الشعبي اللي يحكم فيه كثير من الاحيان عادات وتقاليد وقول قوال شعبيه اللي تكون مغلوطه، ماشي راح تخليه تطور في عقله ويضر بدولة نتاعو بطريقه غير مباشره، على عكس المواطن اللي عنده عقليه مطوره وعنده الانفتاح والتمييز. اكزاكتومون يا فهد، كيما نقولوا حنا، علاش الجزائر حاليا بدات من وقت بوتفليقه بدات واحد الحمله نتاع السحور للجنون، يجيبوا لكم في لاتيلي واحد اسمه الشنفاره مع الشيخ شميس والسيد مرتو، سكنوها الجنون نتاع لا اله الا الله بكل. علاش؟ والرقيه والراقي، وجيب الراقي ومقيوس والتابعه والجن العاشق والعين والحاسد، علاه؟ ما كفاهمش يخافوا من الحكومه، زيدوا تخوفوهم من البارانورمال. هذا تجهيل عام، تجهيل عام. حاجه اخرى ثاني، يجيبوا الحتالات كيما بلغيت هذاك كومباني، ضير المواطن على باله باللي امازيغي، بصح شعبي ما على بالوش، يقول لك حنا عرب، بصح شعبي ما يعرفش. كما قال رب العالمين في القرآن، فهم كالأنعام أو أضلوا سبيلا. داير اللي عنده يعرف دي ميدسان مثلا تاع ميدسين ليغال، يسقسيها ببري كاس كي سباس في لابيزانري تاعنا في الجزائر، كاس كي سباس عندنا حنا برا في الدواوير اكسترا. المدينة بون، قال المدينة هذه بصح تشور تشور، يا دي تروك اوريبل كي سباس اوريبل. هادو شعب ماشي مواطنين. المواطن لما تعطيه معلومه يحللها ويبحث عليها ويخدم عليها. الشعبي يكون يقولوا له اربعه من الناس نفس الشيء، يكون يقولوا له البارح هي هبطت شيبانا بقره من لاستاسيون مير لاستاسيون انترناسيونال يمنها، ولا بعير ولا درويت ولا سا ديبون. شعب مادام يمن بالجن ويجيبوا لاطيلي الجن ساكن فيه مراه، يعني الجن ما لقاش وين يسكن، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. خلى البيي سكونديناف وخلى الامريكا لاتين وخلى الماريكان وخلى الضفه الشرقيه هنا، يسكن في الجزائر، يسكن غير عند العرب بالجنه، ما فهمتش. حاكم الجنوب وساكن فيه ساعات الله يسامحوني من ساعات نضحك نضحك سي بون. سفيان زاد اي tant que certains imams continuent à débiter des bêtises qui abrutissent leurs fidèles et que les aouïa créent des drogues démentielles, la population algérienne se détruit avec sa progéniture. Oui, tout à fait, ils détruisent la progéniture.